بعد قد للجو 3 دقائق خلينا نسوي تيست. اوكي، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مع حدث الاسبوع. حدث في هذا الاسبوع كان حديث الناس في هذا الاسبوع وفي مدينه بغداد الجديده وتحديدا مول الجوهر. هيا قناة. نعم هيا قناة. هاي هنا بغداد. هنا بغداد. يلا نعيد نعيد. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحدث الاسبوع. شلون ما عندي على التلفزيون هاي؟ شنو اللي ما عندك هاي؟ هاي ما عندي على التلفزيون هاي قناتكم. ايش قد ترددها؟ 11,957. 11 عطله. 11 9 5 7. يلا من خصك بس داك. يلا نعيد تيست. تيست اخير. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من قلب الحدث. وحدث هذا الاسبوع هو استغفر الله. هسه والله راح اطلع على قناه هنا بغداد. هذا الولد يمي. شو اسمك؟ شنو؟ انت شو اسمك؟ هنا بغداد. انت شو تريد من اسمي؟ ما ادري. هذا الولد جاي يسال عليك. وش يريد مني؟ ما ادري. يقول شو اسم الولد؟ شو يريد؟ هاك هاك شويه اشوفه. ليش داير؟ الو. حبيبي. اي هنا بغداد. 11,957. اتش. اوكي حبيبي اوكي. يلا. بس روح لي غاد فدوه. فدوه. مرة أخيرة مرة أخيرة. يلا من الأول بكر عافية. بطل بطل. اوكي. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مع حدث الاسبوع. وهذا هذا قبل راح يطلع له يعني بعدين نطلعه. لا هذا مباشر بعد دقيقتين يصير مباشر على الجو. وانا يعني وياكم. لا تعالي جاي هسه. جيت مقصوص هسه. اوكي طالع كامل. اوكي ابقى بس لا تحكي. اوكي. حدث مروع في مدينه بغداد الجديده. كان الناس يتسوقون ولكن ما لحقوا يسوقون. كان الناس يتسوقون ولكن أذية. والله أذية. شنو الأذية؟ باحد صار أذية. أنت هسه جاي وناصب كاميرتك. أنت ايش مدرك؟ اسألني أنا. باحد الدنيا احترقت وأنت هسه جاي الصبح وجاي تصور. زين يعني أنت شنو كنت شاهد عيان؟ إي أنا شاهد عيان طبعًا. يعني كنت بالموقع؟ إي قالوا لي. قالوا لك. أوكي زين بس أكمل اللقاء هذا. زين أكمل المقدمة بعدين أسوي لقاءات ويا الناس وأنت أول واحد أسوي لقاء وياك. أوكي؟ اهلا وسهلا بكم. افترحون. وين نروح؟ مو واقفين هنا قدامك. اوكي شنو؟ لا هيك كمل ما عندي شيء. ها بالجو. اوكي اوكي جاهز. بس اوقف هناك بالجو مباشر. جاهز حبيبي. اوكي 3 2 1. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من قلب الحدث. حدث لهذا الاسبوع جعل الناس والجميع رحمة على والديك. تعال كمل اللقاء واحكي للناس شنو اللي صار بهذا المول وانا راح اوقف لك بالبسطية مالتك. اوكي بس احكي لهم كل شيء. هذية والله هذية. هسا انا شو معرفني احكي وانا عود جاي اقول لك انت تاخذ وتقول لهم ذولا صار بيهم شو علي يعني. هاك هاك عم هاك. مرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. أول شيء أبدأ أحكي عنه اليوم الأزمة المالية بالعراق. الأزمة المالية بالعراق مشكلتها مشكلة كبيرة. شلون صارت الأزمة؟ العراق بهواية فلوس، بي فلوس تبني 15 بلد. السياسيين إجوي قرروا يبنون بلد واحد وباقى 14. تتخيل؟ إحنا اللي جاء ما عندنا أي مشكلة. إجا داعش، نزل النفط، بس الفلوس اللي عندنا هسه صارت ما تبني بلد واحد. تدري شنو اللي قاهرني؟ قاهرني سؤال السياسيين ايش راح يبون؟ هم باقوا هوايه اتفق وياك. اكو بيهم شبعوا اتفق وياك. بس اني كعراقي ما اقدر اعيش اذا ما انباك. جلدي يحكني. جيبي يحكني. وبما انه نحكي على السياسه خلي اسولف لك عن انواع الحراميه.
النوع الأول الحرام المستعجل، يبوق بشهر يضرب ضربته يطفر ما يريد دوخ روحه. الحرام الشريف، سامع بحرام الشريف أنت؟ هذا يبوقك لأن يدافع عن حقك، لأن ما يخليهم يهمشوك ويهمشون طيفك المجتمعي، هذا يبوقك نصرة للمذهب. ثالثا الحرام اللي يخاف من الله، أنت شايف حرام يخاف من الله؟ هو هذا. هذا شي يسوي؟ ما يبوقك وقبل، يجيب لك شغلات مثلا سيارات، يجيب لك أشياء مستوردة خدمية هي فلس ونص ما تسوى، لكن دا يجيب شيء مقابل شيء. رابعا الحرامي المجتهد، هذا الحرامي اليوم دا يبوق مليون بس طموحه باكر يبوق مليار، هذا تلقاه مثل لاعب الطاولة كل يوم بكتلة ودائما يطمح ينتقل للكتلة الأكبر، الكتلة اللي بيها فلوس. آخر حرامي هو الحرامي المستجد. أوقف قبل ما تخليني، خلي أسولف لك على الحرام المستجد. هذا يطلع بكل القنوات يصيح ذولا حرامية ذولا يبوقون، طبعا هو هم يبوق بس شو يسوي؟ يظل يصيح على بؤاني وطني، ما يدري بالجماعة رأسا يطقوه، لو نزاهة لو أربع أرهاب ويطلع من السباق. المشكلة شنية؟ هذه الأزمة المالية راح تنحل لو لا؟ شنو الحلول اللي عندهم؟ كمل اللحية. وزير الخارجية الجعفري مستمر بجولاته الإقليمية. تعال تعال تعال. المملكة السعودية ترفض استقبال الجعفري. أحسن أحسن. ما قلت لك تعال ما تسمعش كلامي. العراق يحصل على المركز الأول في العالم في العطل الرسمية. أنا ما حدش يتوقعني. العراق يخفض 16 مليار من احتياطه المالي. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. النائب حيدر الملا، نطالب بتدخل عاجل لإنقاذ العراق من الميليشيات. مش هياخدني مش هياخدني، موت بغيزك، أنا حلوة أهو أنا حلوة. بغداد ترسل قوة ضاربة لفرض القانون في البصرة. من نهاردة ما فيش حكومة، أنا الحكومة أنا الحكومة. العبادي يقول داعش عدو وجودي. إذا مش عارف كلمة عندك طول غلوري ولا والله العظيم عم كلهم متلفين تحت ما عندهم عم يدوا غلط عم تسوي جو جو يا عم ضحكنا معاه. أردوغان يصرح أوقعنا 18 قتيلا في بعشيقة. أنت مال أمك مال أمك أنت. يا سمير يلا بينا. يا أنا الغطاطة بتاع أمك. واشنطن تقول ليس لدينا خطط لمجيء قوات برية في العراق. بس بقى بس بقى بس كفاية كذب كفاية كذب. ناشطون يطالبون بإيقاف عمل مجلس النواب لتقليص النفقات. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. احنا ليش متفائلين الأزمة راح تنحل؟ الرياضيات يقول مستحيل بس احنا متفائلين، يمكن لان احنا مو زينين بالرياضيات. تتذكر من كان الطالب بامتحان الرياضيات شلون تعرف المجاوب زين؟ من تسأله راح ينطيك تفصيلة واضحة، لأن هي رياضيات، هي لا تاريخ ولا جغرافيا، الإجابة معروفة، سؤال فرع، هذا بعشرة هذا بعشرين، هي مو تاريخ وتشبر مثلا أو راح تظل على تقدير المدرس اللي يقول لك أنا راح أجيب بين الخمسين والسبعين وأعرف هذا راح أجيب عشرين، مضيع 30 درجة وين؟ وين بالضبط؟ ضعف الرياضيات مدمر مستقبل الشباب كله. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. شلونك قمر؟ يعني هسه اذا قلت لك زين ايش تستفاد انت؟ انا اقدر اروح اتغدى، كمل لي بسرعه. ها يعني انا جاي على مد الاقساط ما تليفونات. يعني هسه قابله تبيع لبلبي مثلا؟ طبعا ما تليفونات. وداعتك حتى لو لبلبي ورقه وقلم ما يضيع شيء، لا تقلق. ثقتك عجبتني، بس انا اول مره اشوفك هنا، دائما غير ولد اللي ياخذ الاقساط. هو انا اكثر وانا اكثر والله. لا استاذ ما قلت لك انا تشرفت بك، اقول لك اول مره اشوفك. ورقه وقلم ما يضيع شيء حتى لو اول مره نتعامل. انا اسمي علي. اسمك علي؟ اسمي علي. شو علي؟ اسمك علي. اسمك علي. اخاف الاسم مو موجود هنا امك بالدفتر استاذ. ماكو علي، ما اصلا ماكو علي بالصفحه اصلا. باع استاذ مو تعرف انت شنو؟ ورقه وقلم مو؟ ما هذا على حرف العين، هذا مقسم احرف. دائما انا ادفع هنا اقساط. شوف هذا واحد علي، اثنين علي،
أربعة خمسة خمسة علي عندك يعني. شوف وداعتك لو دفتر كبير كان لقطته من بين كل الأزمات. هو هو مبين من شكلك صوت الدفتر مبين. مضايق مضايق. باع هذا اسمي أو هذا ما تتفاصل مع القصد. إيه إن أنت ماخذ مني جهاز واحد فقط. لحظة بابا لحظة ابني. شنو؟ ثلاثة أجهزة. ها سجل قدام. إيه صح أنت اسمك علي ماخذ مني ثلاثة أجهزة من هذا المحل وبالأقساطهم. شنو هالمعلومات الخطيرة؟ شنو انت؟ ورقة وقلم ليش؟ يعني ما يضيع شيء ما يضيع شيء استاذ بس الله يخليك بسرعة حلل اقساطنا انه مستعجل وعندي شغل. تأمرني يا امر. شوف انت ماخذ ثلاث اجهزة زين صح؟ صح 6 جالكسي ايفون 5 عافية مو؟ زين السكس اخذت مني ب 12 ورقة انطيتني ورقتين بقى عليك 29,000 مال كفر الجليد. لا هنا انت بقيت روحك استاذ. ليش؟ لانه معروفة 12 ناقص 2 يساوي 10 حسب. لا استاذ مو حسب هذه رياضيات ما تقبل غلط. شو عليها الرياضيات 12 ورقه ناقص منها 2 9 مبينه يا اخي. يا اخي والله العظيم 12 ناقص 10 يساوي. اخي صديق كذي بحسب بيدك هاي ايش قد 10 اعطيني 2 واخر ال 2 ايش قد يبقى هاي 9. انت تريد تبوق روحك فبراحتك بقن 9 اوكي بس هلوتي و20 الف مال كفر الجليد. اها صح اي هذا الكفر الجليد هي اعتبرها حتى ما شاده وحتى جوزي. اها عفية مو من التسعة انطيتني 4 ورقات ايش قد بقين 7. الله اكبر 9 ناقص 4 يساوي 7 و20 الف مال كفر الجليد. اوكي و20 الف مال كفر الجليد من السبعة انطيتني ورقتين ايش قد بقى عليك واضحة 4. رجعت هسه انت بقيت روحك استاذ اسمعني 2 زائد 4 يساوي 6 وانت تقول انا مطلوب 7 وانا بالحقيقه مطلوب 5 او 20 الف مال كفر الجليد. من اشتعل ابو الكفر الجليد هو انا ليش ما ابيع بالاقساط من ورا هاي السوالف؟ المفروض ورقه يمك ورقه يمي على حب الله انت تشخط وانا اشخط. دن نلعب دمبلة خما دن نلعب دمبلة. انت باين عليك تعصبت. عوف عوف الكفر الجليد من انا على ابو الكفر. ايوه تعال هذا الكفر الجليد. اي ولدي حسابك غلط اخي. حبيبي انت ليش تعصب؟ انا ما جايب شيء ما جايب شيء من جيبي ورقه وقلم. عبر على الوراهن الباقيات سهلات بس ركزوا وياي الباقيات بقى عندي الايفون 5 والجالكسي. زني بخمس ورقات على اتفق صات. اي خمسه في ثلاثه ايش قد؟ ايش قد؟ ثمانيه. لك شلون ثمانيه؟ خمسه في ثلاثه ثمانيه. انت تعرف تعرف جدول الضرب ولا لا؟ اي طبعا. احكي لي جدول الضرب مال ثلاثه ايش قد؟ الثلاثه؟ اي ثلاثه. واحد في واحد واحد، واحد في اثنين واحد، واحد في ثلاثة. لك بابا هذا غلط هذا غلط هذا غلط. جدول الثلاثة هذا تقول جدول الواحد وده تقوله غلط همينه. مو بي ثلاثة مو لك وايد بي ثلاثة. قولي ثلاثة في أربعة جد وفوقها ثلاثة في أربعة ثلاثة في خمسة ثلاثة. يلا ثلاثة في أربعة ها أنا شو عليه ده سألك أنت تجاوب. 14 حزورة هي؟ 3 في 5 15 3 في 6 16 3 في 7 18 لك تزيد واحد وعدك مو جدول الضرب. حبيبي هو القانون الزيد 3 بجدول الضرب. انت مقاري؟ لك بابا انت ما تزيد 3 تزيد وعف هذا عف عف احكي لي جدول 4 يعني ايش راح تربح اذا احسب لك جدول ما انطيك فلوس دام تقول لي جدول 4 شنو؟ 4 في 1 اي مبين 4 زين 4 في 2 8 زين 4 في 3 12 زين 4 في 10 40 خمسة في 10 50 لك صعدك على رصيف. هذا جدول 10 هذا جدول 4 اكفرق بيناتهم معود ان شاء الله ماكو فرق. لك بابا يا اخوانيات رياضيات تعبتني بس اهدى تعبتني تعبتني لك بس اهدى والله ماكو لك لك اهدى والله خلي ولا نعوف نعوف شو تريد انطق شو تريد انطق احسب احسب نرجع من البداية نرجع من البداية شو تريد نرجع من البداية ذاك انت قال السكس اعطيتنا من عنده ورقتين زين وذني قلنا خمس ورقات زين قد يصير هاي مبينة 9 ابو سيدك أبو استغفر الله استغفر الله عوف الرياضيات عوف الحساب صدق ايدك ايدك هاي خمسة هاي اثنين لو اربعة تسعة والله زين انا عندي حل انا عندي حساب افضل انت ايش قد تطلبني؟ تسعة ورقات تسعة ورقات اي انطيك اثنين ايش قد يبقى؟ ايش قد؟ يبقى اثنين احسبني هاي عوف اخت ولي مو؟ انت صح مو؟ ياخذ من البداية وحلها وخلي على حب الله وتروح وكل شيء ماكو قلت لك ورقه وقلم ما يضيع شيء انت عنده غير هاي أيه. ورقتين وما يضيع شيء حبيبي هسه انت بقى عليك ست ورقات هذا راح احرق الكفر الجلد صار دخلت ست ورقات لو اثنين والله ما ادري شلون احسبها طبعا ايش قد عيب عليك يعني شنو قيمتها 20,000 مال كفر الجلد ما تعطيني اياها ليش